مشاهدينا ما زلنا بنتابع مع حضراتكم فعاليات معرض ومؤتمر موك لعام 2018 المقام بمحافظة الإسكندرية الدورة التاسعة له على مدار 3 أيام. وليحدثنا أكثر على تفاصيل وأهمية هذا المؤتمر ينضم إلي الآن المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية. برحب بحضرتك فندم. اهلا بك يا استاذه دينا. اهلا بحضرتك. في البدايه تكلمنا عن اهميه طبعا هي الدوره التاسعه لمعرض ومؤتمر موك لدول البحر المتوسط، لو تحدثنا عن الاهميه ان احنا النهارده يعني عندنا حاجات كتير نتكلم فيها، مهتمين ان احنا نبقى متواجدين على الاجنده العالميه لشركات البترول، وبالتالي لما يبقى في معرض زي الموك او الميديترينيان اوف شور كونفرنس ان احنا نبقى ندعمه مش بس بوجود شركات البترول المصرية، وطبعا ان احنا ندعمه بالرعاية، حيث بهذه الطريقة نستطيع ان احنا نجذب مزيد من المشاركين سواء في المعرض او في المؤتمر. اهميته ان هو بيؤكد ان هو مستمر بنجاح، واهميته ان هو بيشتغل على الحوض البحر الابيض المتوسط. وحضرتك عارفة انه دلوقتي الاتجاه كله الى اكتشافات في البحر الابيض المتوسط، المركز الاقليمي هيبقى في البحر الابيض المتوسط، فده بيعزز الخطه الاستراتيجيه اللي احنا شغالين فيها. واهميته تاني انه احنا مع كل النجاحات اللي تحققت في الفتره اللي فاتت بنعتبره نافذه لينا علشان نتكلم على الخطط والخطوات القادمه في استراتيجيه قطاع البترول فيما يتعلق بالبحر الابيض المتوسط. فندم هذا المعرض له نوعان، الصبح كان موجود بالفعل رئيس مجلس إدارة النسخة الإيطالية تحدث طبعا عن الإصلاحات اتخذتها مصر وفرص مصر الواعدة في هذا القطاع، لو تحدثنا في هذا الإطار. يمكن من الحاجات المهمة اللي يعني لما بنتكلم فيها وبنشرحها للمواطنين هو أنه الإصلاح الاقتصادي اللي بيتم في مصر في خلال السنوات الأخيرة ومستمر إن شاء الله وهتؤتي ثماره قريبا، هذا الإصلاح الاقتصادي بيكون ركيزة ودعم كامل لمنظومة الاستثمار وفرص الواعدة في هذا الاتجاه. فلما النهاردة زي ما حضرتك بتقولي المؤتمر الشريك لنا وهو النسخة الإيطالية منه، رئيس هذا المؤتمر النهاردة في الجلسة الافتتاحية بيذكر باهتمام الإصلاحات التي تتم في التي تتم في الاقتصاد المصري، لأن دي هم كشركات عالمية بتراقب هذه الإصلاحات، ولأنه في ضوءها بيتم تحديد اتجاه الاستثمارات وبيتم ترتيب أولوياتهم، سواء كان يبقى يستثمروا في مصر فترة جاية أو يشوفوا فرص استثمارية في بلاد أخرى. فبما أننا النهاردة شغالين في هذا المسار الإصلاح الاقتصادي من ناحية كدولة كحكومة، ومن اتجاه آخر إحنا كوزارة كوزارة بترول بنتبع استراتيجية ومنهج واضح بيتكلم فيه عن التحديث وبيتكلم فيه عن عمل وتنفيذ المشروعات بطرق غير تقليدية سريعة فيها الحرفية، لما الاثنين دول يمشوا مع بعض بالتوازي بيكون انعكاسه أكبر في ان هو بتبص تلاقي حضرتك عدد الشركات او عدد المستثمرين المهتمين بالاستثمار في البترول والغاز والمراقبين الدوليين او البنوك او جهات التمويل العالمية بتراقب هذا وتكون مهتمة وبتشارك وتبتدي تدور بقى على فرص واضحة بعينها في هذا المجال في مصر ان شاء الله. وبالتالي النهاردة في هذا الإطار بنبقى احنا مبسوطين لما بنجد انه العالم الخارجي ابتدى يشوف بنفسه ويلاحظ هذا الإصلاح ويؤكده هو بنفسه في المحافل الدولية مش بس اللي في مصر، في اي اماكن اخرى كمان. بنتحدث عن عدد الشركات اليوم كام؟ طبعا في اقبال كبير قوي من الوافدين، بنتحدث عن 8000 زائر الى هذا المعرض، لو حضرتك تحدثنا عن اعداد المشاركه في هذا المعرض. يعني احنا يعني يمكن حضرتك ذكرتي 8000 او اكثر او اقل في الحدود دي، لكن اللي احنا نقدر ناكد عليه انه عدد الشركات المشاركه في المعرض
عددها زاد عن النسخة اللي فاتت اللي هي كانت 2016. والحقيقة ان احنا كان ممكن الناس يبقى عندها شك في انه ده ممكن يحصل، ولا سيما ان احنا كان عندنا معرض مهم اللي هو ايجيبتس فبراير 2018 اي من شهرين، فبالتالي الشركات كانت ممكن تقول لا خلاص انا اشتركت في معرض مش هشترك في واحد تاني. لكن الحقيقة بسببين، ان ده بيتكلم على الفرص الواعده في البحر او في مياه البحر، ومن ناحيه تانية انه بيجذب ايضا شركات مختلفه جديده، وبالتالي عدد المشاركين ان ما كانش بالظبط هم اللي شاركوا في المؤتمر مش بس في فبراير وفي 2016، النهارده احنا شايفين اولا عدد شركات اكتر مختلف من جنسيات مختلفة، وكمان اسلوب العرض والمواد او المنتجات اللي بيعرضوها وبيتكلموا فيها انها ممكن تدخل في صناعة البترول والغاز في الفترة الجاية مختلفة واكثر حداثة. وبالتالي الحقيقة يعني عندنا سعادة جدا ان احنا نشوف النهاردة في اول يوم لي هذا العدد من المشاركين والتنوع والإبهار اللي موجود في المعرض، وبالتالي ده بيدعم وبيدينا الشعور بالثقة في الاستمرار في انتهاج هذا الطريق من الاستراتيجية بتاعتنا، وان احنا ماشيين في طريق صح ان شاء الله. معالي الوزير، يعني خطة وزارة البترول لتحول مصر إلى مركز للطاقة وتبادل الطاقة والتجارة أيضا للطاقة، هناك مجهودات في البحر المتوسط، اكتشافات خلال 4 سنين اللي فاتت، ماذا عن البحر الأحمر؟ الحقيقة البحر الأحمر كان يعني أثر إيجابي في أول خطوة تمت بعد ما عيننا الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأول خطوة اتخذت إن احنا على طول بالفعل طرحنا مزايدة عالمية للشركات المتخصصة في أعمال البحث السيزمي والجيوفيزيقي في البحر الأحمر، ومن هنا فعلا الحمد لله قدرنا نرسي ومضينا عقود على طول مباشرة مع أكبر الشركات في هذا المجال التي التزمت في التعاقد بالإنفاق في حدود 750 مليون دولار. الحقيقة أنه عقب ذلك أنه جت المركب بالفعل في البحر الأحمر وعملت هذا المسح واشتغلت على 60,000 كيلومتر مربع، وأنهت يعني الخطة بتاعتها في نهاية مارس الماضي، وحاليا دلوقتي النتائج اللي طلعت بيتعمل لها تحليل ودراسة في الخارج، وإن شاء الله يعني قبل نهاية يونيو هنعرف بالظبط النتائج شكلها ايه، اللي في ضوءها هنقدر نحدد ايه الاماكن اللي ان شاء الله يكون فيها احتمال لاكتشافات، نبتدي نجود شوية ونحسن في هذه الدراسات بحيث انها تاخد مننا كمان لغاية سبتمبر، ثم اتصور انه قبل نهاية عام 2018 نقدر نطرح مزايدة عالمية علشان نبقى طرحين بعض مناطق للبحث والاستكشاف من خلال شركات البترول العالمية. وبالتالي احنا متفائلين لانه في اكتشافات تمت بالفعل في البحر الاحمر في قصادنا الناحية التانية في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشمالية، وكذلك في الجنوب مع السودان برضو في البحر الأحمر، وبالتالي دي معناها وهي فرص للزيت والغاز، وبالتالي احنا نتصور بإذن الله تعالى انه هيكون في حاجة ونقدر نبتدي نتكلم عنها يمكن على نهاية العام ان شاء الله. سيد الوزير، حضرتك ذكرت على أهمية طبعا البنية التحتية والاهتمام بالبنية التحتية لأنها بتجذب المستثمر، ماذا عن هذا الإطار؟ البنية التحتية دي حاجة أساسية، وإحنا الحقيقة ما كانش ممكن إن إحنا نتوسع أو نتكلم على نجاح أو جذب استثمارات وإحنا ما عندناش بنية تحتية، وإحنا هنا في الأحوال بتاعتنا بنتكلم على البنية التحتية بتتمثل في المرافق بمعنى المواني اللي بنستقبل عليها الناقلات سواء للتصدير أو للاستيراد، والحقيقة إن إحنا اشتغلنا على أرصفة لاستقبال هذه المراكب، أرصفة في البحر الأبيض طورناها وكبرناها أو في البحر الأحمر كبرناها برضو بحيث أنها تستقبل ناقلات عملاقة بحمولات أكبر، وفي نفس الوقت سواء كان ده للتصدير أو الاستيراد، في نفس الوقت طورنا من الشبكة الخاصة بخطوط الغاز وخطوط الزيت والمنتجات البترولية بحيث أنها تربط
المواني بالمستودعات ومناطق التسويق او الاسواق بتاعتنا شمالا وجنوبا، وفي نفس الوقت كمان من ضمن هذه البنيه التحتيه مستودعات التخزين، سواء مستودعات عشان نشيل فيها زيت خام او منتجات بتروليه، بحيث ان يبقى دايما عندنا الكفايه بتاعتنا من احتياجات السوق المحلي. فاحنا اشتغلنا في كل الحاجات دي، وبالفعل زودنا الاحتياطي بتاعنا من التخزين في البوتاجاز والسولار والبنزين وكمان الزيت الخام، وزي ما بقول لحضرتك الخطوط والمواني، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر على مدار الفترة الجاية يبقى عندنا كل الامكانيات اللي تخلينا ان احنا وبنأهل نفسنا ان احنا نبقى مركز اقليمي لتداول المنتجات البترولية والطاقة. احنا في المرحلة دي دلوقتي احنا مش بنتكلم في تحرير اسعار الوقود، احنا كل بنتكلم في ان احنا تخفيض الدعم وترشيده علشان خاطر يعني يوجه لمستحقيه، ويتم توجيه المستحقين من خلال التوسع في البرامج الحماية الاجتماعية. ممكن احنا شفنا برامج كتيرة زي كرامة وتكافل، زي التوسع في الضمان من خلال زيادة المبالغ التي توضع في بطاقات التموين، ده من ناحية. بالنسبة لنا فيما يتعلق بالمحروقات، احنا طبعا ماضيين في تخفيض الدعم عن المحروقات، لان وجدنا طبعا بالتجربة بانه الناس اللي بتوجه اليها هذا الدعم في البنزين يعني ما هماش مستحقين قوي الحقيقة للدعم، بل اللي عنده سيارة اكتر عدد من العربيات اكتر هو اللي بياخد دعم اكتر، بينما الحقيقة الفقير او المحتاج ليه هذا الدعم لا يوجه إليه هذا الدعم. فاللي حاصل ان احنا وفقا لخطة الدولة وقدمت بالفعل البرلمان واعتمدت، واحنا ماضيين في تخفيض هذا الدعم على مدار 5 سنين، بدأناها في 2014، بمعنى ان احنا السنة دي والسنة الجاية يبقى احنا نقدر نقول ان احنا ان شاء الله نوصل للانتهاء من دعم المحروقات. بمعنى اخر برضو عشان ابقى واضح، هو الهدف مننا ان احنا نغطي التكلفة بتاعة المنتجات وليس اكثر من ذلك، يبقى على الاقل الدولة تغطي تكلفة جلب او انتاج المحروقات من بنزين وسولار ان شاء الله. مهندس طارق المرابي، بشكر حضرتك لهذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء مع المهندس طارق المرابي وزير البترول والثورة المعدنية على هامش مؤتمر موك لعام 2018 بمحافظة الإسكندرية.